الولاد اللي في السن ده من رياض الاطفال لحد ثالثه ابتدائي في الاساس ما بيستخدموش تكنولوجيا، عشان كده هم هيحضروا اكبر عدد من الايام. دول بيستخدموا نظام التعليم الجديد وعندهم الكتب بتاعتهم وبيتقيموا في المدرسة، ومفروض مفيش هنا تكنولوجي، فده مصدر التعلم الأساسي بالنسبة لهم هو الحضور والتواجد في المدرسة والتعاون بينهم وبين أولياء الأمور والمدرسين في الفترة اللي قعدوها في البيت، قد تكون يوم أو اتنين على الأكثر. بس هنا قبل ما أكمل عاوز أقول إن احنا فخورين جدا إنه استجابة طبعا لتكليفات السيد الرئيس احنا أضفنا لتالتة ابتدائي كتاب أول مرة ننزله اسمه القيم واحترام الآخر، ماشي على مسطرة نظام التعليم الجديد وعلى محاور اللي ماشي عليها نظام التعليم الجديد. هنعمل نسخة من الكتاب ده واحنا ماشيين لتانية والأولى ابتدائي عشان تبقى سلسلة، إنما نزلناه على طول في السنة اللي وصل لها نظام التعليم الجديد، فدي أول مرة هيدرس بنتكلم فيه على كل القيم اللي بنردد إن احنا محتاجين نهتم بيها. بقيه المرحله الابتدائيه هتلاقوا الاقتراح اللي هنبعته لمديري المدارس زي ما انتم شايفين هنا. الحكم هو مدير المدرسه اللي هيبقى الواجب بتاعه يهتدي باللي بنقوله له ويتعمد ان بالفراغات اللي عنده والمساحات اللي عنده المسافه بين الطلاب ما تقلش عن متر ونص. فايا كان الكثافه القديمه، الكثافه القديمه 80 100 لا هتنزل ل 15 و20 و25 باستخدام الفراغات والجداول دي. كل مدرسه ليها جدول وكل مدرسه هتدي لاولاد الجدول، لسه الجدول معقد شويه عن كده بس هنشوف. لو مثلا ابني في مدرسة فترتين وهيروح سبت واثنين واربع هيجيله جدول سبت واثنين واربع هيعمل ايه وفي الايام اللي في البيت كمان هيعمل ايه. في جدول للوجود في البيت، الوجود في البيت مش اجازة، الوجود في البيت جزء من العملية الدراسية. فعشان كده احنا كاتبين تحت الجدول النهائي مسؤولية مدير المدرسة، مدير المدرسة هو اللي هيقوم بيه. السنة دي هندي صلاحيات كبيرة جدا لمدير المدارس وتمويل علشان تقوية المدرسة، تقوية المدرسة نفسها.